استاذ محمود صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. ليك وحشه يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. قبل بس ما نتكلم مع حضرتك بقى على توقعات درجات الحراره في مصر كام يوم الجايين، خلينا بس نقف عند هذا الاعصار اللي كان طبعا حديث العالم كله كام يوم اللي فاتوا، اعصار شاهين. وهل احنا يعني باي حال من الاحوال في مرمى مسيرته ولا ايه النظام؟ لا الحمد لله، مصر بعيدة تماما عن الكتل الهوائية اللي بتأثر على الخليج العربي أو على عمان والإمارات. كتل الهوائية مختلفة تماما، عمود الهواء من سطح الأرض لطبقات الجو العليا مختلف تماما عن توزيعات الضغط والكتل الهوائية اللي موجودة هناك. اتجاه الهواء أو الرياح قادم من جنوب أوروبا، بعيد تماما عن الأجواء الموجودة في منطقة المحيط الهندي أو منطقة بحر عمان. الحمد لله مصر بعيده تماما عن هذا الاثار، وهو يعني يعتبر النهارده في الديكي بيبدا ينتهي النهارده ان شاء الله، بكره الاثنين تاثيراته هتبقى ضعيفه جدا باذن الله. طيب دكتور محمود، طبعا صباح الخير على حضرتك. صباح الفل، اهلا بيك. يعني احنا مش العادي بتاعنا ان احنا نشهد اعصار، وتحديدا في هذا التوقيت، وتحديدا لدول الخليج، يعني حتى لو هنتكلم عن سلطنه عمان. فانا عايز افهم من حضرتك الحاله دي تحديدا. لا، هو حضرتك سلطنة عمان معتادة على مثل هذه العاصفة. سلطنة عمان في التوقيت ده، يعني بنتكلم في بداية الخريف في التوقيت ده. هو حضرتك المفروض موسم الأعاصير، احنا بنبقى ذروة موسم الأعاصير في شهر 8 وشهر 9. انما ما كانش في أعاصير بتتكون في شهر 10. والحدث التاريخي في الموضوع ان الأعاصير زي ما اتفقنا قبل كده ان هي بتتكون في المحيطات، وبالفعل تكون في المحيط الهندي، وبدأ يستمد طاقته من المحيط الهندي، وبدأ يدخل تدريجيا في بحر عمان. فكان تأثيره عادة في مثل هذه الأجواء بيأثر على مناطق من جنوب عمان، ولكن هو دخل في عمق بحر عمان، ودي ما حصلتش قبل كده ان هو يخش في عمق بحر عمان ويأثر على الإمارات كمان. يعني الإمارات من الدول العربية اللي ما بتتأثرش بالأعاصير لأن هي بعيدة شوية عن المحيط الهندي. فهي دي الملابسات بس الجديدة، إن هو أثر على الإمارات أو دخل في عمق بحر عمان وأثر على الإمارات. يعني إنما موسم الأعاصير إحنا متفقين إن التغيرات المناخية والمنظمة العالمية للهيئة الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية تابعة للأمم المتحدة أصدرت في تصريحاتها وفي تقاريرها اللي فاتت وإحنا اتكلمنا فيها قبل كده، إن هم بيقولوا مع التغيرات المناخية اللي بيشهدها العالم كله وارتفاع درجات الحرارة خاصة درجة حرارة المحيطات، أكيد الأعاصير أعدادها هتزيد، عنفها هيزيد. وده طبعا إحنا بنشوفه خلال هذه الفترة، ولسه طبعا الأعوام اللي جاية والمواسم القادمة الموضوع ما بيتغيرش ما بين يوم وليلة، حتى مهما كان العالم بدأ يتحد عشان يقلل شويه من اسباب التغيرات المناخيه والعوامل المؤثره، سواء كانت غازات دافيه او مشتقات الوقود الاحفوري، الا ان اللي فات تاثيره لسه جاي. اكيد. ولكن ان شاء الله ربنا يسلم ان شاء الله على ذكر التغيرات المناخيه دكتور محمود، وعلى ذكر برضو كلمه المحيطات، الكام يوم اللي فاتوا انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجموعه فيديوهات بنشوف من خلالها يعني كميات كبيره جدا من الاسماك النافقه، السمك الميت اللي الموج رميه على الشط في مجموعه شواطئ في عده دول. هل ده ممكن يبقى ليه اي علاقه يعني بفكره ارتفاع منسوب المحيطات الناتج عن التغيرات المناخيه، ولا ده ليه علاقه بالاعصار والمسار اللي هو ماشي فيه، ولا دي ظاهره طبيعيه؟ عنف الاعصار وقوه الاعصار ليها علاقه طبعا بالتغيرات المناخيه. التغيرات المناخيه زي ما قلنا هتزود عدد الاعاصير وهتزود من عنفها. فلما الامواج ترتفع الى ما يتجاوز ال 12 متر، ده بيبقى الاعصار عامل زي زلزال داخل البحر او داخل المحيط. فبيبدا طبعا ارتفاع الامواج دي بتبقى 12 متر ولا اكثر من 12 متر، بيكون فيها طبعا كميات من الاسماك في الميه، فبتبدا طبعا مع اصطدام هذه الارتفاعات بالشاطئ بتبدا طبعا بيحصل نفوق لكميات كبيره من الاسماك. فلا، هي العنف طبعا بتاع الاعاصير ده شيء متوقع طبعا خلال السنين الاعوام القادمه حتى 2050 لغايه ما نشوف الجديد هيبقى ايه بقى. يعني ان شاء الله العالم يهتم، بس لنا غير بركانين ونبقى قفلنا المجموعه يا دكتور محمود.
الجديد هيبقى ايه؟ طب خليني اروح مع حضرتك لاخر تساؤل، لان انا امبارح يعني قريت مش عارف التصريح ده عن حضرتك بجد ولا لا، معلش، هو ليه علاقه بمسميات الاعاصير. حضرتك كنت بتتكلم ان هم كانوا زمان بيختاروا يعني المسميات المسمى بناء عن يعني تحديدا اسامي سيدات، فهل الكلام ده مظبوط ولا كان تصريح مش من حضرتك؟ يعني هو حضرتك يعني احنا لو رجعنا للتاريخ تسميه الاعاصير، هو كان بدات بعالم ارصاد استرالي كان بيبدا يسمي الاعاصير في بتحدث في امريكا باسماء السياسيين اللي هو مش بيحبهم. البدايه كانت سياسيين يعني مش نساء يعني. اه لا ده في البدايه جاي لك في الكلام دكتور محمود، لسه جاي لك في الكلام. دي البداية. بعد كده بدأ الجزء الغربي من الكرة الأرضية يختلف شوية عن الجزء الشرقي، يعني المنطقة بتاعت هند وآسيا والمنطقة بتاعت الصين واليابان والمناطق الشرقية كلها بما فيهم مثلا المناطق العربية كانوا بيسموهم أسامي أشخاص من عندهم سواء كانوا سيدات أو رجال. حتى الأعاصير اللي كانت بتأثر على عمان آخرهم كان 2018 كان اسمه يعني يعتبر من الاسامي الاسيويه، كان اسمه كونونو، يعني حاجه كده من الاسامي بتاعتهم هم. ولكن المنطقه العربيه بدا لو نفتكر اعصار مها ده كان قريب في 2018 وبدا هو اعصار شاهين، بقت كل منطقه تسمي بالمسمى اللي هي شايفاه. اما الجزء الغربي او المحيط الاطلنطي والمحيط الهادي فالى حد ما كانوا حطوا مجموعه مسميات للأعاصير حسب ترتيبها، وكل ست سنوات بيغيروا المسميات بتاعة الأعاصير. تسميتهم أحيانا بأسامي سيدات دي كانت فترة من الفترات فعلا، يعني كان لتضارب أقاويل، في منهم قال للتقلبات اللي بتحصل في الإعصار والمود بتاعه ما بيكونش ثابت ومود متغير، فشبهوه إلى حد ما ببعض السيدات. منهم قال لا احنا نسميه باسم سيده املا وتقربا ان الاعصار ما يكونش عنيف ويكون شيك وهادي وما يكونش تاثير. المهم يعني ان المراه دخلت حتى في الاعصير، ده اللي احنا وصلنا ليه على بس اهم حاجه تهمنا دايما ان مصر ما فيهاش اعصير. دي اهم حاجه صح، دي نقطه كويسه، شكرا ليك. يعني حتى السيدات عندنا ما فيش اعصير الحمد لله. احنا عايزين نوصل للنقطه دي. شكرا. زي الاعصار سوسن بقى. شكرا يا دكتور محمود جدا حضرتك. نورتنا يا فندم.